السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات جيتكم فيديو جديد كما كتشوفوا. كفتروا لي بالسبانخ والبيض، كتجي وعرة البنات. نتمنى يا ربي يعجبكم هذا الفيديو، فرجة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، رمضان مبارك سعيد. اليوم جيتكم فيديو جديد، نتمنى يا ربي يعجبكم. نبداو على بركة الله، بسم الله توكلت على الله. البنات غادي نصاوب معكم كفتة رولي. عندي هنايا كفتة، عندي هنايا سبانخ، عندي هنايا البيض، وعندي حبة سوداء، عندي ملحة وبيضة ودقيق كريز. هذا البنات اللي ما عندهاش تقدر ما عنديش تقدر تعودوا بسمي يا بنات. الكريز نمدو على بركة الله، غادي نديرو بيضة. شوية الزيت نجمها، نجيب هاد السبانخ، دابا بنات راه فيهم لا كريم فريش،
يطلعوا هكا موجودين. ها هما البنات. ندخل واضح الصورة. واش خلاوني صوب شي حاجه بالطريقه هذه. كما كتشوفوا البنات انا بديت الكارت من بعد البنات ما طابت الكفته خرجتها غدات لي شي 45 دقيقه في الفران كنت كنمره كنراقبها ونتمنى يا ربي يعجبكم هذا الفيديو واللي عجبو الفيديو شاركوا مع الاصدقاء والاحباب ونخليكم في امان الله الى فيديو مقبل ان شاء الله. مع السلامه.